ما هي الطريقة اليوم لكي نعرف أين تبخرت أموال اللبنانيين، ومن المسؤول عن هذا الموضوع؟ هل هم المصارف أو حاكم البنك المركزي أو السياسيين أو الدولة أو الحكومة؟ وهل الأموال لا زالت داخل الأراضي اللبنانية، أو برأيك هل أصبحت في مصارف خارجية خارج الحدود؟ هذا هو السؤال، وهذا السؤال لا يمكن الرد عليه. كل من تكلم في الموضوع كان اجتهاد وتوقعات، لا يمكن أن يكون هنالك رأي واضح في هذا الموضوع إلا عند رفع قانون السرية. ورفع قانون السرية وإلغاؤه كليا، بالمناسبة أرجوك وأقول هالكلام حرصا على من يصدق الأخبار، لم يرفع في لبنان لأن رفعه عن أعضاء مجلس الإدارة في البنوك وعن المدققين ليس هو السؤال. السؤال رفعه عن الجميع، اللي قبض واللي استلم واللي دفع واللي حول. فإذا نريد إلغاء هذا القانون كليا، وليس عن بعض المتعاملين كما أعلن وفهم خطأ بأنه رفع لقانون السرية. الآن هذا لن يتم بقرار ذاتي من لبنان، لا يمكن، في مثل أمريكي كمان بيقول لا يمكنك أن تحل المشكلة بمن هو تسبب فيها. أيوة. لا يمكن أن يلغى هذا القانون من بإرادة ذاتية لبنانية. لذلك أنا لست متوجها في هذا الموضوع إلى القضاء اللبناني ولا إلى الحكومة ولا إلى المجلس النواب، أنا متوجه إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لأن فريقا من هذا المجلس قد حضر إلى لبنان وقدم دراسة وأفاد فيها بأن هنالك جريمة ضد البشرية في هذا الموضوع. هي ليست جريمة ضدي أو ضدك، لأنها لم تتوجه وتقصد إساءة إلى شخص معين، هي تعريفا كما لو أنك نشرت الكيماوي أو النووي وهو جريمة ضد الإنسانية. هذا الموضوع جريمة ضد الإنسانية، لأن قطع الأرزاق هو مثل قطع الأعناق.